في تصعيد اخر وهو في اثيوبيا، اللي هو شروط التصعيد بقى ان اثيوبيا تصعد ضد. النهارده كان في مؤتمر، حضراتكم اكيد عرفتوا، مؤتمر كان بالفيديو كونفرنس ما بين الرؤساء الثلاثة، الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس الوزراء الاثيوبي والسوداني، وبحضور رئيس جنوب افريقيا، والكلام عن تهدئة، الكلام عن انه لازم يكون في اتفاق، حتى اثيوبيا بتتكلم عن ان في اتفاق لازم، وانه في الاخر الامور الفنية لابد انها تحل، وبعدين ناخد خطوة بعد كده اللي هي الامور القانونية. وهنا بنقول انه اثيوبيا متفهمة انه ليس من الحكمة ولا من المنطق بالنسبة لها ان تتبنى مع مصر استراتيجية عليا وعلى اعدائي، ولا لينا دعوة المصريين يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. ما هو يعني ما سامحني انا لو بموت، ما طب واموت لوحدي ليه بقى؟ ما نموت كلنا، ما هو يا يعني نعيش عيشه كل فل، يا نموت احنا الكل. يعني هو يعني انت تعمل تنميه وتقدم وازدهار واحنا هنا قاعدين بقى زي فيلم اللي هو بتاع اسمها ايه دي الست شاديه اللي كانت عامله في الفيلم، والميه غرقانه وارضنا الله عطشانه، ولا مش فاكر، دخلت افلام في بعضها. لا ما انا مش هموت لوحدي يعني اكيد، يعني بس عايز اقول لك خبر مزعج لكل المحيطين بينا، لو الموضوع وصل لمرحله انها علاقه صفريه، مكسبك خسارتي، لا انا اؤكد لك ان انا مش هخسر لوحدي يعني. يعني بدل ما الخساره تكون انت كسبان خمسه وانا خسران خمسه، انا هؤكد لك ان احنا الاثنين خسرين 10، يعني احنا الاثنين هنخسر يعني. طيب ايه الرساله؟ انه التصعيد الاثيوبي زي ما قلت لحضراتكم لازم تكون جزء من تحالف اكبر. ايه التحالف اللي فيه اثيوبيا؟ طبعا معاها دول بتؤيدها والى اخره، مش هدخل في التفاصيل. وبالمناسبه اردوغان اللي هو كان بيعمل الانهار، بيعمل الانهار على دجلة والفرات في عشان يعطش العراق وسوريا، هو نفس الخبراء ونفس الناس ونفس الدعم اللي بيقدمه لاثيوبيا لا جديد فاس. في اسرائيل، وارد جدا يكون في اسرائيل، في الصين اكيد في الصين، بس الصين مش عشان هي بتعادي مصر، لا الصين بتجري ورا مصلحتها الى اخره. وفي دول تانية زي ايطاليا مثلا، زي هولندا، يعني دول بتدعمها بشكل او باخر، بس مش هتوصل لمرحله ان اموت دفاعا عن اثيوبيا بالروح بالدم نفديك يا اثيوبيا. لا ما فيش حاجه اسمها كده، في لغه مصالح، يعني هتضيع مصلحتك مع مصر دفاعا عن المصالح الماه الزرقاء في اثيوبيا، ما حدش بيعمل كده. بنقعد نتفاهم، نختلف، نتفق. فهل هي جزء من تحالف اكبر؟ في تحالف، بس هل احنا يعني مثلا ولاد البطه السوداء؟ ما احنا عندنا تحالفاتنا برضه سواء في المنطقه او في العالم. وبالمناسبه اللي بيعمله الراجل بتاع جنوب افريقيا ده، يعني رئيس جنوب افريقيا، ما هو جزء من انه يا اخوانا ما تصعدوش الدنيا، لان احنا مش عايزين مصر بتحالفاتها تدخل في صراع مع اثيوبيا بتحالفاتها، لا سيما ان القضيه بالنسبه لمصر قضيه وجود، القضيه بالنسبه لاثيوبيا هي قضيه تنميه، والتنميه لحد ما قضيه اقل من حيث الالحاح عن قضيه الوجود والعدم. تمام، عدو ضعيف، هل اثيوبيا بترى ان مصر عدو ضعيف؟ انا مش عايز ادخل في التفاصيل لان انا مش مسلوح اني اتكلم في تفاصيل، بس اللي متابع اللي مصر عملته فيما يتعلق بتطوير جيشها في الفتره اللي فاتت يعرف ان يعني اللي بيشتري الاسلحه دي، الطيارات دي، بالصواريخ دي، وبيحطها في القواعد دي، مش بيعمل كده عشوائي، نقطة والموضوع انتهى. زائد عائد مادي، طب ايه اللي هتحصل عليه اثيوبيا؟ هتحصل طبعا على اثيوبيا، بس لو مثلا السد ده ما بقاش موجود الى اخره. في مواجهه مع مصر، طبعا مصر عندها تحالفاتها، مصر ما هياش اريتريا لنقعد نضرب في بعض 4 5 سنين، لا ما انت مش محتاج كل ده. وفي خسائر متبادله مما لا شك فيه. اذا مصر حتى الان بتتبنى استراتيجيه اليد الممدوده والنفس الطويل وضبط النفس، علشان كده احنا لسه بنناقش كيفيه اداره السد. طيب ماذا لو ان انتم وصلتوا الموضوع لمرحله انه اعطشوا يا مصريين واغرقوا يا مصريين ولا فارقه معانا؟ لا، هيبقى السؤال مش اداره السد وانما بقاء السد. اثيوبيا اذكى من انها تدخل نفسها في صراع مع مصر، لانه مصر ليست اريتريا. إذن تقديري أن التهدئة هتكون على المصريين، ومصر أقوى من الدولتين المتصارعتين معها في ملفات دي، مش في كل قضايا الكون، في الملفين دول سواء ليبيا أو مياه النيل. أطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا.